حضرتك دلوقتي احنا جايين نطلب من رئيس الوزراء تسليم الشركه بكوكب بي. احنا معانا قانون الحكم المحكمه من 21/9 ولحد دلوقتي مش عاوزين يسلموه. ومحسن الجيلاني وسعيد الجوه هم اللي باعوها مش عاوزين يسيبوا اي حاجه. رغم ان محسن الجيلاني ده ابن غازي شبيه. هي غازي شبيه اللي علمت محسن الجيلاني يعني ايه غازي شبيه؟ يعني ايه غازي؟ لحد دلوقتي مش عاوز يسلمها ليه؟ لا بيجيب لنا خامات ولا عاوزين اي حاجه مننا. وزاد العلاوات اللي نزلت اللي هي 310 دول لحد دلوقتي ما خدناهمش، قال لك غازي شبيه ما خدهمش. اللي هو علي السلم اللي بيقول لك عليه الوزير علي السلم ده. شركة مصرية. احنا عايزين نعرف راسنا من رجلنا. احنا خدنا حكم من محكمة مجلس الدولة العليا قرار نهائي واللي احنا الشركة رجعت مصرية خلاص. يعني مش عارفين ليه الحكومة بتمطل فينا بعدم تسليمها للشركة. احنا عايزين خامات وعايزين نسوى. احنا 26 شركة غزل على مستوى الجمهورية. في 25 شركة واخدين حقهم. احنا لنا بدل وجبة ولنا حابس اسابة ما خدناهوش. وعايزين خامات عشان نشتغل الشركة ونركب مستوى البلد ديت لاعلى. احنا جايين مطلبنا الوحيد نوقف الشركة على رجليها مش مصالح شخصية. الناس دي مصالحها ايه؟ فوقفنا كده في الشارع وبهدلتنا وتشريطنا قدام الناس بحالنا. الشركة انباعت شركة في بداية بيعها خلاص كانت بنباع غلط. وده كان نتيجة الخصخصة الفاشلة اللي تبعها النظام الفاشل بقيادة الرئيس المخلوع حسني مبارك واخر بال حضرتك. فالنظام المخلوع أدى إلى فساد في البلد والفساد في البلد ومستمر وأدى إلى الخصخصة. وبالتالي انباع شركة شيبين. وشركة شيبين تعتبر من ضمن قناعات شركات الغاز المسجعة على مستوى الجمهورية، بل يعتبر أنظف شركة وأحسن شركة. اتخصخصت وانباعت وخدنا حكم محكمة بتاريخ 21/9 إن هي ترجع لقطاع الأعمال أو القطاع العام تاني. وبالتالي المفروض تقول لايه؟ لشركه قابضه، شركه قابضه بتماطل في الاستلام ولحد النهارده ما الشركه ما استلمتش او مش عارف اي حاجه. ثاني حاجه علي السلم او نائب رئيس الوزراء قال ان في 310 جنيه لشركات الغاز والنسيج. كل الشركات خدتها ما عدا شركه شيبين 90 جنيه وجبه و210 جنيه على حد.